الاسباب لما يكون الانصاب مش قوي ولا توصل ل 40 المشكله ان انت بتفكر صح. الاسباب كتير جدا. اولا قبل اي حاجه 30 ل 40% من الاسباب بيكون ما فيش اسباب واضحه بالنسبه لك. لكن في طبعا احوال اخرى بيكون في اسباب هرمونيه نتيجه ضعف الهرمونات اللي بتشغل الخصيه خصوصا هرمون الذكوره، ده ليه دور كبير جدا في حركه الحالات المنويه وقدرتها على الاخصاب. برضو المهم جدا موضوع الدوالي اللي كنا كلمة فيه قبل كده برضو ليه تأثير على حركة الحالات المنوية، وفي ناس كتير قوي ما بتتحسنش عندهم الحركة غير لما نشخص الدوالي ونعمل عملية ربط للدوالي علشان نقدر نحسن من وظيفة الخصية والحركة ترجع لمستواها الطبيعي. برضو نقطة مهمة جدا موضوع الالتهابات أو وجود الخلايا الصليبية في السائل المنوي، ده بيضعف جدا من الحركة، بيضعف جدا من قدرة الحالات المنوية على الإخصاب. احنا اتفقنا قبل كده ان علاج الالتهابات ده شيء يعني خطوه اساسيه في علاج حالات تاخر الانجاب بالنسبه للزوج والزوجه، ولازم نشخص الموضوع بالالتهابات بصح ونعالج الزوجين في نفس الوقت علشان نقضي على الالتهابات بشكل كامل. 50% من الرجال فوق سن ال40 بيعانوا من ضعف انتصاب بدرجات متفاوته، ممكن تكون بسيطه، ممكن تكون متوسطه، ممكن تكون متفاقمه وكبيره. اول حاجه ان انا لازم اكشف، لازم نعرف ايه الاسباب، لأن ضعف الإنصاب ده بيخبي وراء أسباب تانية، يا إما يكون في إصابة ببعض الأمراض، سكر، ضغط، ارتفاع دهون دم، أو مشاكل نفسية، أو بناخد بعض أدوية تكون عاملة لنا مشاكل. فهي الخطوة الأولى بس إن أنا لازم أروح أكشف ونشوف فين المشكلة ونوجهك للطريق الصح بعد كده. لما يكون الإنصاب مش قوي وإنت بتوصل للنشوة، هي المشكلة إن إنت بتفكر. احنا مش عايزين نفكر واحنا بنمارس الجنس، احنا عايزين نستمتع واحنا بنمارس الجنس. يعني يكون الهدف بتاعنا ان انا بتبسط ازاي وبنتاش ازاي، مش قضيبي درجة صلابته ايه. احنا مش عايزين قضيب زي الحيطة. المطلوب ان احنا يكون فيه انتصاب يصلح لعملية العلاج او الادخال لغاية ما نوصل للقصف فقط نقطة. لكن اذا لقينا ان في ضعف لدرجة ان هو بينام منك العضو الذكري، يبقى ساعتها محتاج ان انت تكشف عشان نشوف فين المشكله ونحلها لك. معظم انسداد الشرايين التاجيه بيتم علاجها عن طريق القسطره، لكن في بعض الحالات القسطره بتبقى مش يا اما خطورتها عاليه جدا ان هي التعامل مع الانسداد ده، خاصه الانسداد اللي في الجزء الرئيسي او الانسدادات المتعدده في الشرايين، يعني في كذا مكان مريض بيحتاج اكتر من 3 او 4 دعامات، او ان يكون السدد ده متكلس جدا جدا جدا، او يكون انسداد مزمن من فتره كبيره. فطبعا القسطره العلاجيه في مثل هذه الحالات بتحمل خطوره اعلى من الحالات العاديه. ده بيتم معرفتها ازاي؟ مش هنقدر نعرفها غير لما نعمل قسطرات تشخيصيه الاول ونحدد مدى صعوبه ومدى خطوره الضيق او السدد في الشريان التاجي اللي موجود. في ادوات واجهزه مخصصه وتحتاج الى خبره معينه للتعامل مع مثل هذه الحالات، لكن ما زالت ان هي بتحمل خطوره عاليه برضو للمريض. في الحالات اللي زي كده بنتكلم مع المريض ونشوف ايه الفوائد وايه المخاطر اللي من خلال القسطرة هتكون موجودة، ولو لقينا ان الخطورة اعلى فبيتم استشارة جراحة القلب لاجراء عملية زرع شرايين اللي بتكون في معظم الحالات اكثر امانا للمريض في مثل هذه الحالات. طبعا ده مش هنقدر نعرفه غير لما نعمل قسطرة تشخيصية ونحدد الخطورة بتاعة السدد اللي موجود في الشرايين التاجية، لكن في معظم الحالات بيتم العلاج عن طريق الأسطرة التداخلية بالدعامات. المفروض أي طفل بيتولد لازم يتعمل له قاع عين بسرعة، زي ما بيتعمل له مقياس سمع، أو لو بيعاني من مشاكل في القلب بيتعمل له إيكو وفحوصات تانية كتير، خاصة الأطفال اللي دخلت حضانة، أو كمان اللي اتولدوا أطفال مبتسرين قبل ميعادهم، قبل الشهر الثامن، أو وزنهم كان 2 كيلو، أو دخلوا حضانة لوقت طويل. فحص قاع العين بيتم بطريقة سهلة جدا عندنا هنا في المركز، من خلال اللي احنا بندي قطرة مخدرة بسيطة للطفل وبنفحصه في غضون 10 دقائق بدون أي مخدر عام للطفل، والأم والأب بيستلموا ريبورت بتقرير الحالة، فحص شبكية العين، فحص العصب البصري وعدسة العين، وبنبقى مطمنين بعد كده على سلامة البصر عند الطفل ده بإذن الله لما يكبر. اكتشاح الشبكية السكري. اكتشاح الشبكية السكري هو عبارة عن وجود رشح أو سائل داخل أنسجة الشبكية اللي هي تقريبا بتكون حوالي 10 طبقات، فبالتالي سمك الشبكية دوت بيزيد، فبالتالي بيؤدي إلى ظهور
ضعف في الرؤية، الأعراض اللي بتنتج عن وجود ارتشاح في الشبكية وخصوصا في مركز الإبصار هي حدوث ضبابية في الرؤية، حدوث اعوجاج في الصورة، ممكن نشوف الصورة بشكل أكبر من حجمها الطبيعي، وأحيانا بنشوفها بأقل من حجمها الطبيعي. طرق العلاج بتاعتها بيكون عن طريق حقن مادة دوائية داخل السائل الزجاجي اللي بيساعد على سحب الرشح اللي موجود في الشبكية. بعض الطرق الأخرى زي عمل الليزر على الأماكن اللي هي بترشح في داخل الشبكية، لكن أهم جزء في علاج الارتشاح الشبكي السكري هي الوقاية. الوقاية إن أنا أمنع ده أو أمنع حدوث هذا الرشح. إزاي أمنع حدوث هذا الرشح؟ بالحفاظ على سكري، بالحفاظ على معدل السكر في الدم بشكل دائم. من أهم الحاجات اللي يجب الاعتناء بيها هو مقدار السكر التراكمي، نسب الدهون في الدم. إذا قدرت تحافظ على معدل السكر التراكمي في الجسم بشكل جيد، إذا قدرت تحافظ على معدل الدهون في الدم بشكل جيد، هتقدر تحمي عينك وتحمي الشبكية إن ما يحصلش فيها رشح، وما تضطرش أنت تحتاج إلى حقن داخل السائل الزجاجي أو تضطر تعمل ليزر داخل الشبكية. دكتور أمير مصطفى، استشاري طب وجراحة العيون، استشاري جراحات الشبكية والجسم الزجاجي.